يا هلا وسهلا فيكم متابعينا الأحبة. نحن موجودين في الواحة مول، جاي أغطي لكم الكولكشن الرمضاني وأيضا العيد من ماكس فاشن. اللبسة اللي أنتوا شايفينها والقطع الموجودة علي هذه كلها من الكولكشن الجديد من ماكس فاشن. هذه أول لبسة، اللبسة جداً حلوة ومريحة وخامتها جداً خفيفة تناسب أجواءنا الرمضانية. لبسة رمضانية تقدر تلبسيها أي وقت في الجمعات الطلعات وغيرها، وأيضاً تقدر تنسقي معاها الشنطة الإكسسوارات وبعد الحذاء. اللبسات الرمضانية من الكولكشن الرمضاني في ماكس، كثير حبيتها لأنها جدا خفيفة وألوانها جدا حلوة. نسقت معاها مجموعة من الاكسسوارات، الأساور وأيضا ساعة وأيضا هذه القلادة، طلع اللوك ولا أروع. وأيضا نسقت معاها هذه الشنطة والحذاء الرائع. هذه اللبسة أعتبرها لبسة العيد، كثير حلوة وجميلة وأكثر من رائعة. ليش؟ لأن ألوانها جدا حلوة مثل ما أنتم شايفين. أنا بنفسي نسقت القطع، عبارة عن 3 قطع، القميص الخارجي والداخلي والبنطلون، وأيضا كملتها عن طريق لبسي للكعب والشنطة والإكسسوارات. اللبسة ما تتفوت. قدرت أتخطى جمال هذه اللبسة. اللبسة حلوة كثير، عبارة عن 2 قطعة، التنورة والقميص، بروحي نسقتهم مع بعض، طلعت لبسة العيد حقيقي. أول يوم عيد عليك بهذه اللبسة، وحطيت معاها بعض الإكسسوارات والإضافات، منها هذا الحزام الجميل، وتقدري تأخذ مثل هذه الشنطة الصغيرة وأيضا هذا الكعب. هذه اللبسة تقدر تلبسيها أيام رمضان وأيضاً أيام العيد. اللبسة جداً حلوة، عبارة عن 2 قطعة، هذا القميص وأيضاً البنطلون، وفي مجموعة كبيرة من الحقائب والأحذية. نسقي على ذوقك. هذه القطع لهذا اليوم، أتمنى إنها عجبتكم. يلا خبروني أي لبسة حبيتوها أكثر، شاركوني أجوبتكم في التعليقات. نحن كنا في ماكس فاشن وحمول.